السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة أجيال الدولية للغات، مادة اللغة العربية، الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في موضوع جديد من موضوعات اللغة العربية. الموضوع هو نص استماع بعنوان سر الحياة. هيا بنا أعزائي التلاميذ نقرأ القصة ونعرف ماذا نستفيد من هذه القصة. أمامنا قبل ما نبدأ في القصة استنتج كده، ده صورة نهر النيل وعلى ضفافه المساحات الخضراء، وولد يتحدث مع رجل كبير. هيا بنا نتعرف القصة. هذه الصور جميعها لنهر النيل. كان يوما جميلا، فيه الشمس ساطعة والسماء صافية. أخذنا أبي في رحلة نيلية بمركب شراعي، وأعجبني كيف يحرك المراكب، اللي هو راكب المركب، الرجل اللي هو بيمشي المركب في النيل، اسمه المراكبي. المركبة يعني الشيء اللي أنا راكبه، يمينا وشمالا، هو عمال يحرك كده المركب يمينا وشمالا، فده أعجب الطفل كثيرا. باستخدام الشراع اللي هو الشيء الابيض اللي هو بارز من المركب ده. كان رجلا كبيرا في السن، يعني هو عمه اللي هو بيحرك المركب ده كان كبير في السن، شيخ كبير يعني. يظهر عليه اثر الشيبي، يعني شعره ابيض وهو كبير، باين على وشه كده تجاعيد وشعره ابيض، فده علامات الشيب. ولكنه قوي، يمسك بحبل الشراعي ويقود المركبة بسلاسة ويسر، يعني معنى كده أنه هو ماهر في قيادة المركب، ويمسك الحبل بتاع الشراع بقوة. وبعدين اللي حصل، الولد هنا جالس بجانب الشيخ الكبير اللي هو كبير في السن ده اللي هو المراكبي. جلست بجانبه، وهنا عارفين بجانب ديت ايه؟ ظرف برافو، ظرف ايه؟ مكان. يعني هنا الولد بيجلس بجانب المراكبي. وسألته منذ كم عام وأنت تعمل؟ ونظر إلي وقال هذا عملي منذ كنت طفلا مثلك. يعني من هو طفل صغير، قد الطفل ده هو بيشتغل الشغل ده أو بيعمل العمل ده اللي هو قيادة المركب. فقد قضيت في النيل على المركب أكثر ما قضيت على الأرض. يعني هو حياته هو راكب المركب في النيل أكثر من الحياة اللي هو عاشها على الأرض. فأنا أحب النيل. يعني هو الرجل ده قال إيه؟ الرجل الكبير في السن ده اللي هو المراكبي اللي هو بيقود المركب بيقول للطفل إن هو بيحب النيل كتير. ثم نظر إلي وقال ماذا تعرف أنت عن النيل؟ فقلت لا أعرف الكثيرة. يعني المراكبي ده بيسأل الطفل بيقول له انت عارف ايه عن النيل؟ قال له ايه؟ لا اعرف الكثيرة. فقال انظر يمينك وشمالك ماذا ترى؟ فنظرت على يميني وشمالي وقلت له ارى مباني قديمة وحديثة وزرعا وحقولا. يعني على جانبي نهر النيل هو شاهد ايه؟ شاهد حقول وحدائق وزروع، وشاهد كمان، يعني رأى بيوت قديمة وبيوت حديثة وحقول، يعني أماكن مزروعة، وبعدين وناسا، شاهد ناس كمان على الطريق، وشاهد ناس موجودة بجانب النيل يتحركون في كل مكان. ثم قال نعم، وقد كان هو حال النيل دائما، يسكن الناس حوله. يعني عايز يقول للطفل ان ده حال النيل من قديم الزمن، الناس بيعيشوا حواليه وبيمشوا حواليه. وتجد عنده الماء العذب، يعني عند النيل بنجد الماء العذب ليشربوا. ايه فايدة النيل؟ هو فيه مية عذبة، برافو. المية العذبة دي بيستخدموها في ايه؟ بيشرب منه الانسان والحيوان والزرع، ويسقوا الزرع والحيوان ليشربوا. يعني الناس بيشربوا من مية النيل
ويسقوا، يعني الناس بيسقم ها الزرع والايه والحيوان، ويعملوا ويبنوا، بيعملوا بجانب النيل ويبنوا البيوت ويطوروا، فعند النيل وجد المصريون كل سبل الحياة والخير، فقد أقاموا حوله مدنا وحضارات كثيرة. يعني نجد على جانبي النيل الزرع والحقول والمباني القديمة والجديدة والناس، وتكونت المدن والقرى على جانبي النيل. صمت ليفكر ثم قلت له: ولكن نحن نشرب من الصنبور في البيت، الصنبور اللي هو الحنفية، ولم يكن أبي ولا جدي يعملان في سقاية الأرض والمواشي، ونحن نسكن هنا بالقاهرة مدينة حول النيل. يعني هو بيقول له ان احنا بنسكن في البيت، والبيت ده في القاهرة، والقاهرة مدينة حول النيل، وهما بيشربوا من مية الصنبور اللي هو الحنفية، وباباه وجده ما كانوش بيعملوا، لم يكن يعملون بزراعة الأرض ولا المواشي، زراعة الأرض ولا يسكن الأرض ولا المواشي. وبعدين فهنا المراقبية قال له إيه؟ اداله من خبرته، قال له: نظر إلي، يعني نظر للطفل، وقال: الماء الذي في الصنبور بالبيت جاء من ماء النيل. يعني هو فهمه ان مية الصنبور او مية الحنفية دهيت بتأتي منين؟ من اين تأتي؟ من ماء النيل. برافو. بعد تنقيته، يعني ايه تنقيته؟ ان انا بزيل عنه الشوائب، يعني البقايا الطامية او الحاجات دي، او اي رواسب في قاع النيل، او اي رواسب من في الميه بتتنقى وبعدين توصل لنا عن طريق الصنبور، ينتقل من خلال شبكه انابيب لكل بيوت مصر. يعني الميه بتاعت النيل دي بتنتقل للناس ازاي؟ عبر شبكه انابيب، والانابيب دي اللي هي المواسير بتاعت الميه، بتصل لكل بيوت مصر في جميع المدن حول النيل. طيب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ ثم قال: منذ البداية انتجت كل المواد دي من الزراعة. يعني زمان قوي، ايام مصر القديم، ايام الفراعنة، كان كل حاجة بينتجوها، كل المواد بينتجوها من الزراعة، يعني من المزروعات، كاستخدام خشب الأشجار. يعني الأشجار ديت بيزرعوها وبعدين تكبر 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 لغاية ما تعمل أخشاب، وبعدين يقطعوا الأخشاب ديت ويقطعوا الأشجار وياخدوا منها الأخشاب عشان يصنعوا منها المراكب، وإيه كمان، والأبواب والشبابيك. والمصر القديم كان بيصنع منها الصناديق اللي بيضعوا فيها الطعام والشراب، وصنعوا الطوابيت اللي بيتم فيها دفن الميت، للانتقال عبر ماء النيل، أو استخدام الطمي في عمل الطوب للبناء. ثم بعد ذلك يجد الناس في هذه الأماكن حرفا وأعمالا، يعني هنا بتوفر لهم فرصة عمل يعملون بها، يستطيعون القيام بها والتكسب منها، يعني بيقوموا بالأعمال دي عشان يكسبوا منها أموال فيقدروا يصرفوا بها على أولادهم. ومع تطور هذه الأعمال يزداد الاحتياج لمهن أخرى. يعني كل ما تتطور كل الأعمال دي، صناعة الأخشاب والمراكب والحاجات دي، بيزداد الاحتياج لمهن أخرى، بنحتاج مهن تانية زي إيه؟ كالطبي لعلاج الناس. يعني مصر القديم كان بيصنع من المزروعات أدوية عشان بيعالجوا بها الناس، كالأعشاب مثلا اللي هي العلاج بالأعشاب، والمدارس لتعليم الصغار، واحتاجوا ان هم يعلموا اولادهم فانشأوا لهم مدارس عشان يعلموا الصغار، والهندسة للبناء، يعني تطور علم الهندسة وبدأوا يحتاجوا ليه جدا عشان يبنوا المباني وغيرها. وهذا ما يصنع الحضارات. إذن الحضارات عبارة عن إيه؟ عبارة عن المباني والمنشآت والأهرامات، المعابد، والعلوم زي الطب والهندسة. ليه؟ لأن الحضارات ديت إما تكون حاجة مادية، يعني حاجة أنا بشوفها بحسها، أو حاجة معنوية زي العلوم
زي علم الطب والهندسة والفلك والكيمياء إلى آخر. ظللت أنظر إليه في صمت، يعني الولد ده بيقول لنا إن هو بدأ ينظر للشيخ المراكبي ده في صمت، وأنا أتخيل كيف كانت الحياة في البداية وكيف تطورت. وبعدين في النهاية الطفل قال إيه للمراكبي؟ قال: تسمعني؟ قلت: نعم نعم أسمعك. فمعنى هذا أن مياه النيل هي سر الحياة. فقال: نعم، نستطيع أن نقول إن مياه النيل هي سر الحياة. ليه؟ لأن هي أساس للإنسان والحيوان والنبات وجميع الأعمال والصناعات اللي احنا بنقوم بعملها. استنتجنا من القصة دي، استنتجنا إيه؟ برافو، سمع حد بيقول أهمية ماء النيل، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا نعمة المياه اللي موجودة في نهر النيل ديت. ليه؟ لنسقي منها الإنسان والحيوان والنبات، ونستخدمها في الصناعة، وبها قامت الحياة على ضفافه منذ القديم وتطورت حتى الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من القصة. ننصح زمايلنا بقى بإيه؟ إن احنا نحافظ على المية، برافو. وإيه كمان؟ إن احنا نحاول ما نلوث مية النيل ولا نرمي فيها أي كمامة أو قاذورات. وبرضك المصانع نطلب منها إن هي ما ترميش المخلفات بتاعتها في مية النيل حتى لا تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات. وكذلك الأحياء المائية التي تعيش داخل المياه في نهر النيل وهي الأسماك. وبهذا نكون قد انتهينا من قصة سر الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.